درجات الوظيفية يعني اللي جابوهن للكهرباء، ودرجات وظيفية جماعة النفط، درجات وظيفية للصناعة، يعني وين بأي بلد انه درجات وظيفية؟ النائب يوزع الدرجات الوظيفية بكيفه، يعني بكيفه يوزع درجات وظيفية. اكو موجودة وزارة النفط هي تسوي تقديم وتقدم درجات وظيفية وحسب كل من اختصاصه وشهادته، يعني درجات وظيفية تقاسموها كالكعكة، تقاسموا الدرجات الوظيفية بيناتهم. احنا بالنسبة لنا قضاء الشاطرة، اذكر لك بالاسم اذكر لك، ما خاف، حميد الغزي اللي هو ممثل عن تيار الصدري، حميد الغزي جاب عين جماعته، ناصر تركي عين جماعته بالقابلوات وعينوا جماعتهم على النفط وعلى الكهرباء، عندك عبد الامير تعيبان، ناجي السعيدي، شكو نائب، هذول ذكرتهم بالاسم من قضاء الشطره. واحنا هسه موجودين بالحر، وولد كم وابناء كم والناشد كم، نريدكم توقفونا هنا بباب الخضراء، ولا واحد موجود ابد.